وسط القاهرة أو وسط أو وسط البلد كما يعرفها أهلها، منطقة ذات طابع خاص ومتميز عند معظم المصريين. لما تحمله تلك المنطقة من عبق التاريخ الساكن في مبانيها ذات الطراز المعماري الفريد وشوارعها اللي كانت تنافس شوارع أوروبا في زمن كان، وأصبحت الآن مليئة بالمحال التجارية والمقاهي والحكايات أيضا. لهذا نشأت جريدة منطقتي وسط البلد، وهي جريدة شديدة المحلية تناقش وتهتم بقضايا وقصص تلك المنطقة وأهلها.